بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية، نظمت الأكاديمية حفلا بمناسبة اختتام النسخة الرابعة من برنامج ضيافة. وأكدت الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية أهمية طرح البرنامج الذي يعتبر منصة دولية يجمع ما بين دبلوماسيي قارات العالم ويسهم في توسعة آفاق التعاون والشراكة التنموية المستدامة بين الأكاديميات الدبلوماسية ووزارات خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مستعرضة ما تضمنه البرنامج التدريبي والمرتكزات التي بني عليها والتي تهدف إلى إطلاع الدبلوماسيين المشاركين على معالم النهضة التنموية والحضارية والثقافية في مملكة البحرين واختصارها في مدة إقامتهم. وقام سعادة وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بتسليم المشاركين في البرنامج شهادات التكريم، معربا عن شكره وتقديره للجهود المتميزة والملموسة التي قامت بها الأكاديمية لتنظيم هذا البرنامج بنسخته الرابعة، منوها بما يحققه البرنامج من نجاح في خلق قاعدة دبلوماسية هادفة تسهم في تعزيز التواصل بين الدبلوماسيين الدوليين وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة. في البداية يجب الإشارة إلى أن برنامج الدبلوماسيين الدوليين ضيافة هو أحد أفكار الفائزة في النسخة الأولى من برنامج الابتكار الحكومي فكرة في عام 2018، والذي أطلقه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ويأتي البرنامج هذا العام بنسخته الرابعة بمشاركة 26 من الدبلوماسيين من مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة بعد أن حققت نجاحا ملموسا في النسخ السابقة. حقيقة يتيح البرنامج الفرصة لتعزيز التواصل بين الدبلوماسيين من مختلف دول العالم باعتباره منصة تهدف إلى إظهار مكانة مملكة البحرين على خارطة العالم في كافة المجالات. تعرفنا من خلال مشاركتنا في هذا البرنامج على تاريخ مملكة البحرين العريق وحاضرها المشرق ورؤيتها الطموحة في المستقبل. شكرا مملكة البحرين على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج. من خلال هذا البرنامج حاولنا أن نكون صداقات ومعارف من مختلف دول العالم من خلال المشاركين في هذا البرنامج من مختلف الدول. بداية أود أن أشكر مملكة البحرين الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللامحدود. لقد كان لي الشرف أن أكون من أحد المشاركين في برنامج ضيافة للدبلوماسيين الدوليين الذي منح لي الفرصة للتعرف عن قرب على مملكة البحرين وثقافتها وشعبها المضياف وتاريخها ومؤهلاتها الاقتصادية. لقد اندهشت بقمة التعايش مختلف الجنسيات والثقافات والأديان في مملكة البحرين بانسجام وأمان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله.